طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنور فتح الرحمن أحمد ضفع الله، مجموعة الباحثين السودانيين. زي ما وعدناكم اليوم إنه حنعمل يعني عدد من السيمينارات واللقاءات. الآن عندنا اللقاء الأول مع الخبير إبراهيم حسين حمدن الله، وهو خبير في العمل التطوعي في إدارة العمل التطوعي، اشتغل مع الأمم المتحدة لفترات طويلة جدا، وهو حيورينا يعني أكثر عن نفسه. قبل شوية قدم ورقة عن مفاهيم وأسس العمل التطوعي من منظور عالمي، فنرحب به. وأنا داخل هنا ده من معي أخونا عمران اللي هو برضو مشرف في الباحثين السودانيين، والأستاذ إبراهيم الخبير. نعم، وزول يعني صراحة احنا فخورين به طبعا، يعني في سودانيين بالكاليبر ده يعني وبالتأهيل ده. فهو حيقوم يلقي لنا الضوء على الورقة بتاعته القدمها قبل شوية لجمهور عالمي هنا ده جاي في جامعة قطر، وبعد كده حنقوم نسأله بعض الأسئلة اللي عندنا فيها يعني سودان سبيسيفيك. فتفضل أستاذ إبراهيم. طيب، أولا بشكرك كثير وبشكر المجموعة لإتاحة الفرصة للتحدث عن الورقة اللي قدمتها اليوم. إبراهيم حسين حمدن الله، وأنا عملت في وبعمل الحين كنت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الخرطوم، وبعدها انتقلت إلى برنامج متطوعي الأمم المتحدة من فترة بعيدة شوية، يعني تقريبا 18 سنة أنا في الإدارة بتاعة برامج متطوعي الأمم المتحدة. بدأت في الدول العربية في إدارة برنامج متطوعي الأمم المتحدة للدول العربية، وانتقلت بعدها للدول الكاريبي ولمدة 3 سنوات تقريبا، سنتين، وبعدها انتقلت إلى إدارة برنامج متطوعي الأمم المتحدة في آسيا. وأفتكر أنه أخذت برضه حوالي 3 سنوات يعني في ساوث إيست آسيا. فالشاهد أنه تجربتي وخبرتي الحقيقة في المجال العمل التطوعي كبيرة، ويعني أنا سعيد باللقاء اليوم وبتاحة الفرصة للتحدث لكم عن العمل التطوعي من منظور أسس العمل التطوعي من منظور عالمي، وبرضو إلقاء الضوء على بعض المفاهيم من منظور استراتيجي، لكن في نفس الوقت كذلك التجربة العملية وآثارها والنجاحات والتحديات اللي واجهتنا في العمل التطوعي بصورة عامة. بالنسبة للورقة اللي طلبت مني جامعة قطر إعداد اليوم، هي بتتعلق بمفاهيم العمل التطوعي من منظور عالمي والتحديات اللي واجهت المفاهيم دي وكده، لكن أنا عايز انتهز الفرصة إنه أعرض بعض أركز على التحديات أكثر، يعني من يعني المفاهيم وكده، وإن كان حذكر المفاهيم لكن حركز أكثر على التحديات، لأنه ده الجانب اللي المفروض فعلا نهتم به. وأنا سعيد جدا إنه أتحدث للمجموعة دي Sudanese Researchers، لأنه عندي كان فكرة عنها والتقيت فيها في الفيسبوك عدة مرات، يعني عن طريق ناس مشاركين وأصدقاء في الفيسبوك بيرسلوا لي بعض الإنجازات بتاعتهم، لكن إن شاء الله برضو أسجل في المجموعة والواحد يكون يعني يستفيد من الآراء بتاعت الناس الكثيرة في تحسين العمل والأداء، وكذلك يستفيد في توسيع المعرفة، يعني هي عملية لا تنتهي أبدا، يعني الإنسان في حالة التعلم مستمر. فالشاهد إنه أنا في هذه الورقة حاولت أركز على مفاهيم العمل التطوعي من منظور عالمي، وتحدثت فيها عن البيلرز أو القواعد الأساسية للعمل التطوعي كما توصلها برنامج متطوعي الأمم المتحدة، وهي 4 محاور أنا بعتقد أو 4 أركان للتأكيد على الوصول لعمل طوعي مؤسسي. يعني أنا برضو عايز أركز على كلمة مؤسسي دي، لأنه كثير جدا من الأعمال الطوعية بتتم، وعندنا كثير جدا من جمعيات العمل الطوعي الشعبية أو هي غريزة البشر بصورة عامة في العالم كله، لكن عندنا في السودان بنعتز جدا بالأعمال الطوعية اللي بنقوم بها، وما ينقصنا هو العمل المؤسس، العمل اللي عنده قواعد. عشان كده عايز أذكر 4 أركان لأي عمل مؤسسي طوعي مهم جدا جدا، ودي حاجة توصل لها برنامج الطوعي الأمم المتحدة عبر العقود يعني اللي فاتت منذ إنشاؤه في 1970.
المحاور الأربعة دي نشأت من خلال دراسات تمت بعد السنة الدولية للمتطوعين في عام 2001، واللي هي أثمرت أول تقرير يعني طلب من برنامج متطوعي الأمم المتحدة. الجمعية العامة طلبت من برنامج متطوعي الأمم المتحدة إنشاء تقرير يدرس حالة العمل الطوعي في العالم، وسمي هذا التقرير بحالة العمل الطوعي في العالم أو State of the World's Volunteerism Report. أنشئ منه التقرير الأول كان صدر في عام 2011، ودي كانت الذكرى العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين عام 2001، يعني بعد 10 سنين من السنة الدولية للمتطوعين صدر أول تقرير عن حالة العمل الطوعي في العالم. وزي ما ذكرت أنه طلب من الجمعية العامة طلبت من البرنامج المتطوعي للأمم المتحدة إنشاء هذا التقرير، فصدر التقرير الأول في 2011 وترجم بعد كذا شهر 5 أشهر على ما أعتقد من نشر التقرير في نيويورك في الجمعية العامة. صدر التقرير كذلك باللغة العربية، وأنا عايز من خلال الفرصة المتاحة إنه أوجه الناس المستمعين والمشاهدين والمتابعين إنهم يرجعوا لهذه التقارير، هي موجودة في جوجل ممكن تتحصل عليها من خلال برنامج متطوعي الأمم المتحدة من الصفحة الرئيسية. كذلك ممكن نرسل بصورة لاحقة، يعني ممكن لاحقا ممكن نرسل الرابط لهذه التقارير. أنا حقي ذكرت الحكاية اليوم في المحاضرة بتاعتي. من الأهمية بمكان الرجوع إلى الأربع محاور اللي أنا ذكرتها، اللي هي حذكر في الأول بالإنجليزي وبعدين بالعربي أحاول أترجم الترجمة الصحيحة لها، هي الـ promotion of volunteering, networking, facilitation and recognition، وهي الـ نشر العمل الطوعي وتشبيك المنظمات العاملة في مجال العمل الطوعي بعضها البعض، والاعتراف بدور المتطوعين. والمحور الرابع هو تسهيل، اللي هي الفاسيليتيشن، تسهيل دور العمل الطوعي عن طريق إنشاء قوانين و legislations، يعني هم نسميها legislations أو law، volunteer law. مع الأسف إنه العالم العربي بالتحديد يعني متخلف في مقارنة مع بقية المجتمعات أو بقية الأقاليم، إنه إحنا ما عندنا البرلمانات بتاعتنا لم تجيز حتى الآن، لا يوجد قانون لتسهيل العمل الطوعي، للاعتراف بدور المتطوعين، لنشر العمل الطوعي، للتشبيك. هي الأربع محاور اللي ذكرتها، يعني لا توجد دولة أجازت قانون للعمل الطوعي في العالم العربي. في بعض المحاولات في تونس، لبنان، مصر والأردن تقريبا تكون كانت سباقة في العمل في legislations أو قوانين لتسهيل العمل الطوعي، لكن لم تجاز عبر البرلمانات حتى الآن بصورة متكاملة. يعني في محاولات لكن لم تتم تهيئتها بالصورة المطلوبة. طيب ليه أن إحنا يعني ممكن تكون دي واحدة من الأسباب اللي خلت الجماعة دي يدعوني يعني في جامعة قطر، وأنا سعيد جدا بالمشاركة معهم الحقيقة، لأنه لما أتحدث للشباب كأنما بغرز بذرة من الأمل في يعني في مجتمع هو أساسا مهيئ للقصة دي، حتى يستوعب ما تم إنجازه في عن طريق مؤسسات زي الأمم المتحدة، حتى إنه يعني يطيروا بها لعوالم جديدة، يعني عن طريق البحوث في الجامعات، عن طريق الدراسات، عن طريق التحليل، إنه ليه أن إحنا عندنا بنواجه صعوبات حول إثراء العمل الطوعي في العالم. أنا عايز أذكر هنا مسألة مهمة جدا ذكرتها برضو كنت في المحاضرة، وهي عندنا خلطة الحقيقة ما بين في المفاهيم، ما بين ماهية العمل الطوعي وماهية العمل الإنساني وماهية العمل الخيري. يعني وأنا أعتقد إن الحكاية دي البذرة بتاعتها أصلاً نشأت من تعاليمنا، عاداتنا وتقاليدنا، لكن كذلك التعاليم الإسلامية أثرت فكرة العمل الطوعي عندنا في العالم العربي بصورة لم يحصل لها عكس في المفاهيم العالمية حتى الآن.
لأنه عندما تتحدث عن العمل الطوعي في كثير من الدول المتقدمة، يعني خدنا أوروبا مثلا أو أمريكا أو حتى في الدول الأخرى زي الدول المتقدمة الدول الآسيوية، مفهوم العمل الطوعي يختلف تماما عن مفهوم العمل الإنساني، يختلف تماما عن مفهوم العمل الخيري. دي ثلاثة مفاهيم مختلفة وعندها تعريفاتها، لكن نحن إذا في واحد أدخل يده في جيبه ودفع مبلغ من المال بيعتقد أنه عمل عمل طوعي، وده ليس هو المفهوم المقصود يعني من العمل الطوعي. المفهوم المقصود من العمل الطوعي أنك تنشر فكرك وفهمك وما توصلت له من تطور، وتحاول تغذي بهذه الأفكار مجتمعات لم تصل إلى هذه المرحلة حتى الآن. إذا تطلب ذلك أنك تنتقل من مدينة إلى مدينة وتقدم العمل الطوعي بتاعك، سواء كان تدريس أو تعليم أو مساعدة. إحنا في السودان عندنا المفاهيم يعني لما نتحدث عن النفير مثلا في أوقات الحصاد، ده عمل طوعي. يعني أنا بمشي مع جاري أو مع الأسرة أو كنا ننتقل إلى أسرة أخرى نساعدهم في حصاد المنتجات بتاعتهم، وهم بيجوا يساعدوني كذلك. لما أنا الزرع بتاعي يثمر عايزين نحصده هم بيجوا ويقفوا معي بيساعدوني، لكن أنا ما بدفع لهم فلوس ولا هم بيدفعوا نظير هذا العمل. فبالتالي بكون أنا قدمت عمل طوعي، إحنا بنسميه في السودان نفير. نفس الفكرة دي في فلسطين مثلا بيسموها عوني، أو في الشام بيسموها طوعي، أو في المغرب العربي تسمى تويزا. يعني هي تبقى في الآخر مسميات لنفس الفكر، نفس الفهم، نفس العمل اللي هو العمل الطوعي. ودي مسألة غريزية موجودة عندنا وكذا. ديننا الحنيف الدين الإسلامي وحتى بقية الأديان كذلك تعرضت كثير للفكرة بتاعة العمل الطوعي. احنا عندنا كثير من الأحاديث ومن الآيات إذا الإنسان رجع لها في القرآن الكريم، وكثير من الأحاديث يعني برضو كذلك ذكرت المسألة بتاعة العمل الطوعي وكذا وأهميته. فأنا أعتقد أنه احنا لا تنقصنا هذه المحاور من ناحية مأسسية، يعني الأسس لا تنقصنا، لكن ما ينقصنا هو خلط حاصل الآن يجب التفريق فيه. ده جانب. الجانب الآخر ما ينقصنا كذلك هو يعني تبني فكرة دعم العمل الطوعي من منظور استراتيجي. بمعنى احنا هسه بنتكلم كثير عن الأعمال الطوعية وكثير من الناس بتشتغل عمل طوعي، لكن تلقى خلطة كبير جدا ما بين انه يعني هل المتطوعين دي اللي احنا ندفع لهم يعني مبالغ يعني قصاد عملهم الطوعي او لا. وده محور انا برضه ذكرت في المحاضره اليوم يعني تسليط الضوء عليه من الاهميه بمكان، حتى انه نقدر نضمن انه احنا حجزنا مقعدنا وبين المتحاورين في مجال العمل الطوعي ودفعوا قدما. يعني يعني حقيقه ما عندنا وجود بصراحه بقول الكلام. فليه ما عندنا وجود؟ لان احنا ما بذلنا مجهود في البحث، ما جينا بصورة بثقة تامة. جامعاتنا يعني في كثير جدا من الشباب بيعملوا بحوث في مجالات تانية، لكن ليه جامعات مثلا كليات المجتمع وكليات الاقتصاد وكده ليه ما تركز البحوث بتاعتها وتشجع الطلبة في انه يبحثوا في مجال العمل الطوعي، وما ينتج عن ذلك انه تتم صياغته بصورة علمية مؤسسية، وبالتالي السودان لما يشارك او غير السودان أي دولة أخرى في العالم العربي عندما تشارك في هذه المؤتمرات العالمية التي تتحدث عن العمل الطوعي وكذا يكون عندهم يعني صوت مقنع، وتكون عندهم إثراء للتجربة العالمية من خلال منظورنا نحن ومن خلال تقاليدنا وقيمنا ومن خلال تعاليمنا الدينية. يعني عندنا إث كبير جدا. أنا الحقيقة عندي كانت بيبر يمكن أكون يعني كتبت فيها جزء كبير لكن لم تكتمل حتى الآن، عن العمل الطوعي قبل الإسلام اللي هو كان موجود في العالم العربي. يعني احنا بنعرف من الشعر مثلا العربي القديم انه كان في كثير جدا من الخيرين يذبحوا الذبائح ويتركوا هذه الذبائح للطير. يعني ده جزء من العمل الخير وجزء من العمل الطوعي كذلك. في كان إغاثة الملهوف مثلا اللي كانت موجودة قبل الإسلام، يعني اللي هي انه الانسان يستجير مثلا في حالة انه حصل مشكلة في القبيلة او كده يستجير بقبيلة اخرى او يستجير ببيت اخر من البيوت. وهذه المفاهيم موجودة احنا عندنا كذلك في السودان، في البادية موجودة والناس بتتعامل معها على اساس انه يعني ده شيء طبيعي المفروض يحصل اصلا.
لكن جالث الإسلام بوجه كثير من هذه المحاور، أخذنا الخير منها وطورناه، والغث يعني كان يمكن يكون يعني ترك أو الناس تجاوزته من خلال معايير. وأنا الحقيقة استغرب إنه يعني إذا كان إحنا أخذنا التعاليم الإسلامية من زكاة مثلا، الزكاة هي عمل خير، نظام الزكاة يعني أنت بتأخذ من الناس اللي عندهم ما يفيض عن حاجتهم لمدة سنة، وتأخذ منها 2.5% وتوجهه نحو المحتاجين. فكرة الوقف الإسلامي كذلك ده عمل ينتج منه كثير من الخير، وبالتالي ممكن يعني الناس تدعم به والفقراء والمحتاجين وإلى آخره. لكن زي ما ذكرت قبل إنه أدت هذه المسألة، هذه التعاليم أدت لخلط ما بين أفكار الأقاليم الأخرى والمجتمعات الأخرى حول العمل الطوعي، بحيث إنه تداخلت مفاهيم العمل الطوعي مع العمل الخيري. مع أنا ذكرت كم حاجة من الأشياء، المعايير الإسلامية للعمل الطوعي، لكن هذه المعايير بتحتاج لتنقيح، بتحتاج لبحث وريسيرش ومحاولة تعطيرها حسب المفاهيم، الإرث العالمي للمفاهيم الطوعية بما فيها العمل الطوعي زي ما ذكرت قبل شوية، إنك أنت تنتقل من بلدك لبلد آخر عشان تساعد ناس. دخلت يعني تقنيات جديدة زي مثلا التقنيات التطوع عبر الإنترنت، ما كان موجود مثلا في العهود السابقة. فإحنا كيف نقدر نطوع يعني أو نؤثر الحقيقة على هذه المعايير الجديدة المتقدمة للعمل الطوعي من خلال إرثنا؟ ده السؤال اللي أنا بطرحه للباحثين وبطرحه للجامعات، إنه كيف إنه إحنا نقدر نثري الفكر العالمي من هذا المنظور الطوعي من خلال تقاليدنا وقيمنا وتعاليمنا الدينية. ده سؤال الحقيقة لم يجاب عليه حتى الآن. فبينقلني للنقطة الثانية اللي أنا ذكرتك بها اللي تطش بها زونيت، اللي هي إنه إلى أي مدى أن إحنا ممكن يعني ندرس فكرة العمل الطوعي وفكرة تكلفة العمل الطوعي، لأنه في خلط برضو كبير جدا. يعني أنا أضرب مثال وأدخل في الموضوع بعد شوية. المثال هو إنه في البرازيل مثلا القوانين لا تسمح ب يعني بالدفع قيمة قصاد العمل الطوعي اللي بيقوم به أي مواطن، يعني بيعتبروا إنه العمل الطوعي يجب أن يكون بدون تكلفة. ودي أنا أفتكر إنه في خلل هنا، لأنه العمل الطوعي في عنده كوست، عنده تكلفة. المتطوع نفسه يجب أن يعطى إعانة حتى إنه يقدر يباشر عمل الطوعي بصورة يعني جيدة وبصورة مريحة وكذا. وأنت بتحتاج لأنك تنقل المتطوع من منطقة لمنطقة عشان يؤدي أعمال الطوعية، بتحتاج لأنك تغطي الاحتياجات الصحية للمتطوع، التكلفة بتاعة الوجبات للمتطوع إذا كان قام بأي عمل طوعي. كيف إنه إحنا نقدر يعني دي كلها تكلفة لو شفتها. فالتكلفة دي أنا مفتكر إنه مفروض إنه يعني نحاول ندرس الموضوع. يعني أنا ما عايز أقول إنه يجب إعطاء المتطوع مبلغ مالي قصاد عمل الطوعي، لا دي مش الفكرة. الفكرة إنه يكون هناك إعانة مادية تسهل من للمتطوع من أداء عمله الطوعي. طيب أنا بس دار أخش في الحتة دي. إحنا الآن متطوعين، أنا أنور ده متطوع للباحثين السودانيين في إنه أنا أعمل سيمينارات وإنه أحاول أطور المجتمع بتاعي عبر التعليم والبحث العلمي وإلى آخره. هل الاقتراح بتاعك إنه أنا ده يفترض إنه تسهل لي الموضوع عشان أعمل العمل التطوعي بتاعي بصورة أفضل ومستمرة ومستدامة، ولا بالضبط كده؟ ده هو بالتحديد ما عانيته. يعني أنا بفتكر إنه أي متطوع، يعني أنا متطوع الآن وألقيت محاضرة صحيح خلاص، جامعة قطر مشكورة يعني تكفلت بتكلفة السفر بتاعي من ألمانيا إلى قطر and back والفندق ده كله كوست تكلفة. لكن أنا من البداية لما اتصلوا علي وقال لي أنا عايزك تلغي لنا محاضرة عن مفاهيم العمل الطوعي في العالم، قلت لهم إنه بعمل الحكاية دي لكن بعملها كعمل طوعي، فأنا ما عايز مبلغ مادي قصاد إلقاء المحاضرة.
إلقاء المحاضرة ليس هو إلقاء المحاضرة فقط. أنا كنت بعيد في PowerPoint presentation يمكن أخذت تقريبا مني حاجة بتاعت بصراحة 3 يوم من البحث حتى ما وصلت ل 11 صفحة اللي كانت فيها العرض اللي قدمته. كذلك كتبت ورقة وسبيتش يمكن فيه 4 صفحات أو حاجة زي كده، وخدت فيه عصارة معرفتي من ما يحدث عالميا وبالتحديد في الدول العربية. لو حسبت الحاجة دي بلقى أنه أنا زي تكلفت من الحكاية تقريبا 3 يوم من العمل المتواصل حتى أنه وصلت للعرض وللسبيتش للكلمة. وجيت تركت أشياء مهام أخرى في مدينة إقامتي في بون، وصلت هنا وحارجة والسفر متعب بصراحة يعني. ده كله أنا ما عايز نظير هذه المساهمات، لا أطالب بمبلغ مالي. وقلت لهم كلامنا من البداية إنه أنا ده عمل طوعي بقدمه، وقصاد كل العمل ده لو كان حولت هذه الأعمال إلى مبلغ مادي أنا يخلين كان بتكلف من 6 إلى 7 ألف دولار مثلا حسب تقديري يعني. يعني والمحاضرة نفسها كان ممكن تكون من 4 ألف دولار أو حاجة 4 أو 5 ألف دولار كده، تنازلت عن ذلك لأنه أنا معتبر إنه أنا جيت عشان أقدم عمل طوعي، فلم أطالب بنظير مقابل هذه المساهمة. لكن في نفس الوقت لو قالوا لي تعال عمل المحاضرة وإنت يعني توجد تذكرة السفر لوحدك وتسكن هنا وتدفع للفندق وتتكفل بالواجبات، شنو ما كنت عملت هذا العمل. هذه المسألة يعني. مفهوم. طيب إنت طيب الآن لو قام قالوا لك أخي نديك 4 ألف دولار نظير المحاضرة، وإنت 4 ألف دولار دي تمشي تتبرع بها لعمل خيري ولا كده ولا بتاع، هل لو كان توفر الأوبشن ده إنت برضو بترفضه؟ ما برفضه، لكن دي ما بتغير من الفهم بتاع إنه أنا كذلك أنا ما أخذت فلوس. أيوة. يعني أنا شلت الفلوس حولت على جهة أخرى لكن لم أستفيد منها أنا. تمام. أنا النقطة دي تحديدا ذكرتها لسبب واحد بس، لأنه الفهم بتاع العمل التطوعي في السودان بصورة عامة مخلوط مع العمل الخيري. صحيح. في إنك إنت ده بتعمل حاجة دي كتشاريتي كعمل خيري، ما بتعمله كحاجة إنت ممكن تسويها، فبالتالي الدوافع بتاعت الناس بتكون لو انه انا والله ما قادر اعمل عمل خيري ما هعمل عمل تطوعي، لانهم الاثنين مرتبطات مع بعض. وتاني حاجه انه والله اخي العمل التطوعي ده بيعملوا ناس محددين، ما كل الناس يعني، ما هي دي البيلر اللي اتكلمت عنها انت ده البروموشن عندنا فيه مشكله، الناس ما بيفتكروا انه من الضروري انه كل زول يكون متطوع وعارف كيف يتطوع ويتدرب للتطوع وبعدين يلقى الحاجه بتاعته. فالمساله بتاعت البروموشن المفروض تكون كيف؟ هل عبر الكوريكولم مثلا تكون في المنهج الدراسي في المدارس، هل عبر الاحياء والليانة الشعبيه والى اخره، هل برنامج تاع جوفرمنت، هل برنامج تاع الامم المتحده داخل الدول، شنو المفروض انه يبدا وين الناس تبدا وين؟ والله انا بفتكر ده سؤال عميق جدا وبشكرك عليه. يعني انا افتكر ان ده من اهم الاشياء المفروض الناس تلتفت لها. واذا ذكرنا في كل محور من محاور الاربعه الفور بيلرز اللي انا ذكرتها، بروموشن هي اهم واحده بصراحه، وان كان هم الاربعه بيتشكلوا مع بعض، حتى انه اذا كان كل واحد كان فيه كلر معين وبيتلفوا مع بعض حتى انه يعملوا اللون الابيض اللي احنا بنقوله دائما، الكرات المختلفه الالوان بتتشاكل مع بعض حتى انها تقدر تنتج العمل الكامل. الفكره انه بروموشن فاسيليتيشن نتوركينج اند ريكوجنيشن، الاربعه محاور دي هي بتشتغل مع بعض وكل محور بياثر على الاخر. يعني ما بقدر اعزل البروموشن اقول لوحده بيوصلني لاي مكان، لا لازم تتفاعل الاربع محاور مع بعض. فطيب البروموشن كيف نقدر نعمل البروموشن، كيف نقدر نعمل النتوركينج، كيف نقدر نعمل الريكوجنيشن يعني، وكيف هاو تو فاسيليتيت، كل واحده فيها عندها سب بوينتس يعني في كل واحده من النقاط الاربعه. اذا اخذنا البروموشن في طرق كثيرة جدا للعمل البروموشن، ممكن تكون طرق ميسرة وبعضها تكون معقدة شوية. من أهم الأشياء هي الإعلام، يعني استخدام الإعلام لتوعية الناس بأهمية العمل الطوعي، ماهية العمل الطوعي في الأول، وبعد كده أهمية العمل الطوعي، وبعد كده كيف نقدر إحنا نتغلغل وسط المجتمعات لنشره إلى أبعد مدى.
طرق كثيرة، ممكن عن طريق المناشير، ممكن عن طريق الإذاعات والتلفزيون وكذا، ممكن عن طريق الجامعات، ممكن عن طريق دفع الطلبة لعمل بحوث في مجال العمل الطوعي التخصصي في خلال محاورهم يعني، ممكن من خلال المساجد spreading the word of mouth عن طريق الأئمة مثلا يعني، بدل ما تكون المواضيع في صلاة الجمعة مثلا دائما هي المواضيع القديمة اللي غير لا تخاطب المتطلبات المجتمع وكذا، ليه ما تكون مثلا في خطبة بتاعت إمام يتحدث عن العمل الطوعي وأهميته وكيف كيفية نشره؟ إذا تحدث إمام بالصورة دي حيرجعوا المصلين مثلا لبيوتهم وينقلوا نفس الفكرة لأسرهم، وبالتالي تكون في you are spreading the word of mouth يعني. والطرق كثيرة لكن يبقى إنه كيف أنا أقدر أسهل يعني، إذا كانت بقت في قوانين بتسهل للناس، وهنا بتكلم على الفاسيليتيشن، إنه إذا كانت في قوانين بتسهل للناس بالتالي أنت ممكن القوانين دي تفرض على المؤسسات كثير جدا يعني، مثلا إذا كان في قوانين بتفرض على أئمة المساجد إنه تكلم في خطب معينة، إحنا برضو ممكن من خلال الفاسيليتيشن إذا كان دخلت في محور الفاسيليتيشن نطلب من أئمة المساجد إنه على الأقل مرة في الشهر يتحدث عن العمل الطوعي. بالتالي ممكن تتخيل إنه كيف أنت إلى أي مدى نشرنا في مدينة من خلال أئمة المساجد، يعني عندك مسجد مثلا في أي مدينة وخذ تتحدث عن السودان يعني، وإنت عندك جهة ممكن تلزم الأئمة بأنه يتحدث في مواضيع معينة، طيب ليه ما تتكلمون عشان يتكلموا عن العمل الطوعي على الأقل مرة؟ تتكلموا عن طاعة الحاكم دائما، أطيعوا الله والرسول وللأمر بيك. فأنا بقول إنه ليه ما نقول لهم يعني الجهات اللي بتدي الإرشادات دي الإرشاد الديني ده، إنه يا أخي مرة في الشهر واحدة من الجمعة الأربعة دي خلي الأئمة دي كلهم يتكلموا عن العمل الطوعي وأهميته، شوف انت الحكايه دي حتنتشر في المجتمع الى اي مدى، وخلي الحكايه تصمد على مده سنه. الوعي اللي ممكن يكون نشر عن طريق هذه الميثود يعني الطريقه دي كبير جدا جدا. انا ذكرت بعض الامثله اللي ممكن تكون علميه او مؤسسيه زي عن طريق الجامعات، عن طريق الانشطه اللي بتتم في الدوله، وكذلك في انشطه ثانيه ممكن تتم عن طريق المجتمع نفسه يعني، سواء كان عن طريق القابلات مثلا، ممكن توعي القابلات في أثناء التدريس بتاعه، ممكن الجامعات كلها تفرض ساعات من العمل الطوعي على الطلبة، ونظير ذلك يلقى الطالب كريديت على الساعات اللي عملها في العمل الطوعي أو نشر العمل الطوعي يعني، تفرض عليهم ويقول لهم والله يا أخي أنا عايز من كل طالب إنه بيعمل الفاينل ديزرتيشن بتاعه انه يطلع ساعتين او ثلاث ساعات في الاسبوع لمدة شهرين ثلاثة اشهر وكذا. واذا ما عملت الحاجة دي وعملت لي يعني confirmation انها تمت، انا ما بخرجك. فشوف الى اي مدى انت ممكن يعني، في طرق كثيرة جدا الكلام ده فعلا يعني. يعني هسه احنا عندنا في الجامعات السودانية في حاجة اسمها متطلبات الجامعة. أيوة. المتطلبات دي بتدرس فيها دراسات إسلامية ودراسات سودانية وبتدرس فيها لغة عربية حاليا، لكن برضو عندنا جزء تاني بتاع ويست يعني هدري للموارد، اللي هو السنة اللي بعد ما الناس يتخرج يكون فيها حاجة اسمها الخدمة الوطنية للجامعة. نعم. اللي هي الناس بتقعد فيها بتفرغها أول. نعم. شيء كل زول بيعمل نفسه ملجن يعني، لو جيت شفت انت الأرقام بس الإحصاءات بتقول السودان ده كله عيان وما لايق. نعم. طبيا كل. نعم. الناس جيم جيم جيم. بعد ذاك ما بينشوا المؤسسة أساس إنه يعملوا الحاجة المفروضة منهم ومطلوبة منهم، فبالتالي تكون في طاقات كثيرة يعني أهدرت ساي يعني. نعم. يعني إحنا من تيرم سوف working hours. نعم. عدد ساعات العمل المفترض إنه يعملوها الناس في السنة دي بتلقاها بتساوي يعني percentage في. نعم. في الميزانية العامة في الموازنة. نعم. العامة، لكن ما بتحصل. نعم. ما بتحصل. نعم. هي يعني أنا يخيل لي دي كلها ممكن توجه تنسق الحقيقة وتوجه لمصلحة نشر العمل الطوعي يعني، دي حاجة مهمة جدا. وبعدين مش كده بس، هي زي awareness raising يعني، تعايز مش تنشر بس الناس تتكلم عن التطوع يعني، جهاية في جمعيات كثيرة جدا شغالة مجال العمل الطوعي، لكن تنشر المفاهيم اللي عندنا فيها تحديات. وهسا ذكرت بعض التحديات اللي هي توعية الناس حول مفاهيم التطوع، مفاهيم العمل الخيري، مفاهيم العمل الإنساني، حتى إنه الناس تبتدي تدفرينشيت بين الثلاثة مفاهيم دي. أشياء حاجات الأمم المتحدة، الناس شغالين في الأمم المتحدة شغالين في العمل الإنساني،
شغالين في 3 محاور، شغالين في العمل الطوعي دي البرنامج الطوعي للأمم المتحدة، شغالين في العمل الإنساني عندك United Nations Coordination Humanitarian Coordinator عندك في كل دولة موجود، يعني عندك في بدمج العمل الإنساني، وعندك كذلك يعني United Nations High Commissioner for Human Rights حقوق الإنسان. طيب حقوق الإنسان دي أنا شيء مهمة جدا، لأنه معظم الناس بيشتغلوا في العمل التطوعي في العالم النامي بصورة عامة الدول العربية بيلقوا نفسهم في نهاية المطاف مشوا لأنهم بيقوا human rights defenders، لأنه بيلقوا إنه والله يعني بالوعي اللي بيزداد بتاع الشغل في العمل التطوعي بيلقوا نفسهم في نهاية في صدام مع الحكومات، بالتالي الحكومات بتبقى عدوة لما يسمى المنظمات، يعني عندنا في السودان الكلشر دي بتاعت إنه والله دي منظمات وعندها أجندة وعندها مؤامرة خارجية وما أعرف كلام زي ده، فبيخوفوا الناس من النوم، بالإضافة إنه العمل التطوعي نفسه بيجي زي واجهة كده للعمل السياسي بنيز السيرفس، لأنه ما في حرية بتاع التعبير ولا 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 كلام زي ده. فالحتة دي كيف يعني، يعني كيف أنا أقول والله أنا أقدر أشتغل متطوع في مجال حقوق الإنسان، أقدر أشتغل متطوع في مجال التعليم، نعم يعني هل في ديفرنشيشن واضح، في خطوط كده واضحه؟ يعني انت اذا اخذت المساله من منظور طوعي، انا اتكلم دائما من منظور طوعي، اذا اخذت حتى الفكره بتاعت هيومن رايتس من منظور طوعي، اضرب لك امثله بس عشان تسهل الوصول للفهم المقصود. وشخصيا انا بعتقد انه يعني حقوق الانسان لا تنفصل عن العمل الطوعي. صحيح. بصراحه لا تنفصل اطلاقا، لكن اضرب لك مثال. لنفترض انه في مجموعة من الشباب مثلا خريجي قانون دارسين في المجال بتاع المحاماة والقانون وكذا، ومشوا جاب له واحد طرابيزة خدتها برا المحكمة أوكي، وقال إنه والله يا أخي أنا أي زول، في ناس كثيرين جدا illiterate ما متعلمين، لكن عندهم قضايا، هي قضايا بتاعت انفصال، قضايا بتاعت مشاكل، بتاعت ورثة، حاجات زي إنه أنا بقعد بال الترابيزة بتاعتي ولا الكشك بتاعي ده وبقدم خدمة للناس المحتاجين اللي أميين ما بيعرفوا يكتبوا، ولا يقدموا عريضة يكتبوها كيف وكذا مجانا، بعمل الحكاية دي مثلا ساعتين في اليوم. تخيل كمية المساعدة، الكم المساعدة، مش كمية، كم المساعدة اللي بكون قدمته أنا من منظور طوعي في مجال ده حقوق الإنسان من خلال تخصصي. انت ساعدت زول هو اصلا امي ما بيعرف يكتب ما بيعرف يقرا والى اخره، لكن انت اوريدي خريج جامعه، بدل ما تكون قاعد ساكت في البيت شيل طرابيزك قدام شاق اقعد قدام المحكمه وقول انا بعمل اعلان، انا والله بعمل حكايه دي مجانا، بيجوا الناس المحليه بيقولوا شنو لك على اسمك، ما هو اصلا في ناس بتقول لك هتبيع عرايض ولا حاجه زي دي عرض حاجيه، يعني عرض حاجيه. فديل ممكن ديل هم اللي يجوك، لكن الدوله ما عندها غرض في انها توقف العمل ده. ما افتكر يعني، هي يعني احنا نرجع هنا لموضوع القوانين. نعم. والاهميه بتاعتها، يعني تقبل لما ذكرت انه ما في قانون واحد بالضبط التطوعي، انا كنت مستغرب ليه، لانه كل الناس اللي بيشتغلوا وسجلوا منظمات في السودان بيعرفوا قصه المفوضيه بتاعت العون الانساني. نعم. وانها كيف هي زي الريجوليشن بودي ولا الحاجه العمل كنترول على على الشغل بتاع العمل التطوعي في السودان. هل دي ما قانون، دي ما حاجه ماشيه بقانون؟ ما هي المشكله انه انا زي ما ذكرت قبل قلت لك انه احنا ما عندنا قوانين اصلا في كل امور السودان. ايوه العالم العربي بصوره عامه. نعم. يعني ما عندنا قوانين تنسق وتسهل وتيسر وتدعم المتطوعين وتنشر العمل التطوعي وتعترف بدور المتطوعين. اذا احنا مشينا في المجال، ودي بتجي من ضمن المحور بالاربع محاور، بتجي من ضمن محور التسهيل العمل الطبيعي عن طريق اعتراف الدولة. الدولة بتعترف كيف؟ بتعترف بأنه الناس تكون جادة في أنها تصل لقوانين تنسق وتسهل وتيسر العمل الطبيعي. خلاص جينا وعملنا القوانين دي وندرافت شيناها وناقشنا فيه الجهات المسؤولة، يا أخوان عندكم اعتراض على الكلام ده؟ عندنا اعتراض على ABC، مشينا رجعنا تاني عدلنا في الموضوع، وصلنا لصيغة مشتركة ما بيننا وبين الجهات المسؤولة في الدولة. شيلنا بعد ذاك هذه القوانين كدرافت ستيل حتى بعد موافقة الدولة، عرضناها على البرلمان. يا إخواننا إحنا عايزين نمرر مشروع لتنسيق وتيسير وتسهيل العمل الطوعي. في زول يعقل يعني أنا في العالم ممكن يجي ضد حاجة زي دي؟ لا لا يمكن. لا دولة ولا individuals ولا حتى العرض حالية ما حيجي ضدنا. في الآخر بتبقى أنت في قصة بتاعت إنه والله أنا مررت قانون ملزم
لي كان كمتطوع لينا نحن كمنظمة للعمل التطوعي المساعدة العمل التطوعي منظمة مجتمعية وكذلك لأن إحنا كدولة إحنا برضو كدولة موافقين على هذه القانون لأن أوردي نوقشت هذه المسألة معهم ونقلنا عبر البرلمان والبرلمان أجازة خلاص ثاني في شنو أنا ما أعتقد إنه فيها مشكلة أصلاً بس إحنا ما مجتهدين يعني تمام يعني إحنا المفروض إنه في دور على المتطوعين إنهم يعملوا يسوقوا باتجاه إجازة قانون للعمل التطوعي بالضبط كده معناها دي حاجة دي من أهم الأشياء بالناس ودايما عشان كده أنا قبل ذكرت التحديات دي واحدة من أهم التحديات اللي إحنا بنواجهها ما عندنا قوانين لتيسير العمل الطوعي وتسهيل الأربع محاور ثاني برجع لها نشر العمل الطوعي تسهيل العمل الطوعي تشبيك المنظمات العاملة في مجال التطوع والاعتراف بدورهم المتطوعين ممتاز الأربع محاور دي مهم جدا نعمل فيها قوانين وتجاز في الأول بنقاش مع الدولة وبعد ذلك تنقل للبرلمان والبرلمان حيسير وبعد كده الناس ما عندهم ما في ما يمنع التنفيذ الأشياء الأعمال دي يعني ممتاز ممتاز دي طبعا يعني زي ما يقولوا أفضل تيك أوي ممكن الله يبارك فيك نختم به يعني اللقاء الرائع جدا جدا شكرا لك أستاذ إبراهيم فخورين بك جدا جدا وشكرا لك ونشكر حبيبنا عمران على تطوعه على نقل اللقاء بصورة كاملة ممكن بس في النهاية عايز بس أذكر حاجة مهمة جدا الحقيقة تفضل أنا عايز يعني أدعو الناس للمشاهدين يعني للرجوع لأربعة تقارير عن تقارير حالة العمل الطوعي في العالم دي مهمة جدا الحقيقة للمهتمين الحقيقة بتطور العمل الطوعي وكذا الأربعة تقارير دي اسمها تقارير التقرير الأول تقرير عن حالة العمل الطوعي في العالم وده صدر في 2011 جميل وموجود بالعربي بالمناسبة وبالإنجليزي وبالفرنسي والإسباني لكل الراغبين يعني التقرير الثاني صدر في 2015 عن حالة العمل الطوعي في العالم والتقرير الثالث صدر في 2018 ونشر تقريبا من القاهرة قبل أسبوع من الآن يعني كان نشر التقرير فبتلقوها موجودة اسمه بالإنجليزي State of the World's Volunteerism Report ده التقرير ده بتلقوه موجود اللي هي بيختصر SWVR تمام ده العنوان بتاعه هنا ده لو ظاهر لكم WW كبير في واحد ساعدني منه SWVR 2011 وفيه اللينك بتلقوه برضو موجود فلو دخلت في اللينك ده بتاخد حصل على الأربعة تقارير الثلاثة تقارير موجودة SWVR State of the World Volunteerism Report 2011-2015-2018 2018 نشر قبل اسبوع فقط من الان يعني افتكر يوم 21 ممتاز جدا جدا فبشكر ان شاء الله تساعدنا بعدين في نعمل الدرافت بتاع القانون انا موجود وده مما يسعدني الحقيقه يعني انا اتمنى انه اقدر اضيف اي اضافه سواء كانت للقوانين او سواء كانت ل يعني في كثير من المشاريع الحقيقه الواحد قام بها واشرف على قيامه يعني عن طريق برنامج طويل الامم المتحده ما بس في الدول العربية لكن حتى في لاتين أمريكا وفي الكاريبي وكذلك في ساوث إيست إيشيا يعني عندي كثير من المشاريع ومتابعة وبالتالي الواحد معرفته دي يعني لازم أنا مهتم جدا جدا بأنه أنقل المعرفة تحتي بقدر الإمكان برضو من منظور طوعي لأبعد آفاق ممكن يعني الله يسلمك يا أخي الله يديك العافية فخورين بك جدا وربنا يزيدك من علمه يعني ويفيدنا بك شكرا جزيلا لك وإن شاء الله شكرا للجميع للمتابعة الله يديكم العافية شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم الله يبارك شكرا جزيلا